مستعجلة اليوم. صبحكم الله بالخير. دائما نقول لا تجعلوا القلق والحزن عنوان يومكم واستمتعوا معنا بصباح العربية. صباح متأخر يسعد صباحك عادل. صباح الخير لكل متابعي صباح العربية في كل مكان. نبدأ حلقة اليوم ومع العناوين. بعد ارتفاع كبير في حالات كورونا، إيطاليا تدخل اليوم إغلاقا جديدا، واحتفالات عيد الفصح قد تغيب مجددا. مع توالي العواصف الترابية في المنطقة وآخرها في السعودية، نصائح من مختص لتفادي المشاكل التنفسية. دار الأوبرا المصرية تحيي ذكرى ميلاد الموسيقار عبد الوهاب بسلسلة فعاليات وحفلات في القاهرة والإسكندرية ودمنهور. المؤلف السوري مالك جندلي يخصص ريع ألبومه الجديد كونشيرتو البيانو لأطفال اللجوء في المخيمات. وضمن مواضيع صباح العربية اليوم، خطوات لتنشيط مجال تصميم الأزياء في السعودية، وطالبات في المجال يدخلن السوق المحلي بقوة. وجود خزانة ملابس منظمة هي علامة على حياة منظمة، فكيف نرتب خزانة الملابس بطرق سهلة وبسيطة؟ بين البهرجة والانضباط، دار جافنشي تعرض مجموعتها افتراضياً ضمن أسبوع الموضة الباريسي. راسلونا على هاشتاج البرنامج صباح اندرسكور العربية وسألنا تفاعل حلقة اليوم. ما القطعة التي تملكها ولا تستعملها أبدا ولكن لا تتخلى عنها؟ شاركونا الإجابات على حسابات صباح العربية على تويتر وإنستغرام وفيسبوك. وإذا كمان في صور عادل، ما في اختيارات، في جوائز على هذا السؤال اختياري. لأنه يعني إذا كنا نقصد قطعة ملابس ولا هذا اللي فهمت؟ يعني هي بشكل عام، بس انا يعني لو سالتيني انا هقول لك الملابس، يعني صعب التخلي عنها حتى لو انا ما بستخدمهاش للامان يعني مش اكثر. ما انا قاعد اقول لك اذا ملابس عندي بدله شاريها تقريبا من 2017 الى اليوم ما وديتها الخياط علشان يضبط لي. بتهزر؟ والله العظيم. وعندي بدله ثانيه. انا ما وديها لك. عندي بدله ثانيه تقريبا من اي سنه؟ لا قديمه جدا، يمكن 2012. لا دي قديمه اي، بس والله ما لبستها الى الان، او يمكن لبستها مره واحده لان كان لون بنفسجي مع اسود والداخليه بينك. ما ادري ليش شريتها وما اي ما ادري ليش شريتها. عايزين صوره ليها. تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب طوال شهر مارس. أولى حفلات ذكرى الموسيقار محمد عبد الوهاب أحياه المطرب صفوان بهلوان والمطربة مي فاروق بقيادة المايسترو سليم سحاب. مجموعة من أجمل أغاني موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب شدت بها المطربة مي فاروق والمطرب السوري الكبير صفوان بهلوان على مسرح دار الأوبرا المصرية في حفل غنائي بمناسبة ذكرى ميلاد عبد الوهاب. هذا الحفل هو واحد من عدة فعاليات تقيمها دار الأوبرا على مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور على مدار شهر مارس احتفالاً بهذه المناسبة.
عبد الوهاب كان واحداً من أبرز رموز الموسيقى العربية التي أثرت في وجدان أجيال على مدار قرن. وفي هذا اليوم الجميل يستيقظ عبد الوهاب من ذواكرنا ليلفنا بنسيجه الموسيقي الجميل وينثر عطره ولحناً أو أغنية إثر أخرى. هذا اليوم هو يوم جميل لأنه يلغي التباعد بيننا ويجعل التقارب عنوانا. أو ما سموه موسيقار الأجيال، لأن هو عرف يتماشى مع كل الأجيال اللي موجودة ويطلع يبرز إمكانيات المطرب اللي هو بيقدم له اللحن بتاعه. ولد محمد عبد الوهاب في أوائل القرن العشرين بحي باب الشعرية. بدأ حياته كمطرب في فرقة فوزي الجزائرلي، ثم درس العود في معهد الموسيقى العربية. ومن أهم المحطات في بداياته الفنية كان ارتباطه فنياً بأمير الشعراء أحمد شوقي، ولحن له الكثير من قصائده، ليبدأ بعدها رحلته في عالم الموسيقى. لحن عبد الوهاب لكبار نجوم الطرب على مدار أجيال، أبرزهم ألحانه لأم كلثوم فيما عرفت أغانيهم سوياً بلقاء السحاب. تراث محمد عبد الوهاب أصبح جزء من أهم مقومات الثقافة والحضارة العربية المعاصرة، وأنا كموسيقي وكقائد أوركسترا وكباحث موسيقي وناقد موسيقي خصصت حياتي وفني لإبراز وكشف عظمة هذا الفنان العالمي. أنا بقول ترك لهم تراث موسيقي عايشين عليه لحد النهاردة، وبتهيألي هنفضل عايشين عليه سنين كتير قوي، يعني ترك لنا ثروة. 100 عام حتى الآن هي عمر موسيقى عبد الوهاب التي ما زال يتغنى بها المطربون في مختلف ربوع الوطن العربي. فاستطاع عبد الوهاب أن يواكب التطور في الألحان محافظاً على أصالة النغم الشرقي. سمر بشات، العربية، القاهرة. طيب، نذهب الآن إلى ردودكم على سؤالنا التفاعلي للمشاركة على هاشتاغ صباح اندرسكور العربية وحساباتنا تويتر، فيسبوك، انستغرام @صباح العربية. ما القطعة التي تملكها ولا تستعملها ابدا ولكن لا تتخلى عنها؟ بلوزة لونها اصفر، الوالدة ما تحب تشوفني لابستها بس مستحيل اتخلى عنها. دايما الوالدة بيكون ليها تعليقات على بعض القطع اللي عندك وبتكرهها، يعني لما تبس تلبسها لمجرد ان هي ما بتحبش اللون ده تقول لك لا، يعني كل ما تشوفني لازم تعلق عليها. يسعد صباحكم، قد تستغربون بكوني انثى وامتلكها بكونها خاصة للرجال، انها الجنابة والجنبية. الجنبية اليمنية، الخنجر يعني. واليمنيين يقولون جنبية. جنبية، ايوه الجنبية، لا على حسب المنطقة يا اشواق. عدن ولا صنعاء؟ لا تصلح. لا مو بس عدن ولا صنعاء ولا بيضة ولا كثير، ينور كثير. طيب، دريل كهربائي، تعرفين الدريل؟ ليه مصانع يعني، ليه فوائد في البيت اوقات نحتاجه يعني. شوف يا مع الشنطة. صح صح. زجاجة عطر، هدية غالية لم افتحها ابدا، واشعر اذا استعملتها كانني انثر العلاقة للتلاشي، اصبحت جزءا مني ولا أستطيع الاستغناء عنها، فقط أتحسسها كل يوم ولا أخوى على فتحها لأنها ذكرى تتعطق كل يوم. يا حنان، أحلى كلام. صباح السعادة والسرور، السيف الأجرب التراثي لا أستعمله ولا أتخلى عنه. تحياتي، هلا أبو طلال، حياك الله. صباح الخير، الروب والكاب الأكاديمي للحصول على الدكتوراه طبعا لازم تحتفظ فيه. بس حتى اشكل لكم، انا اللي يعمل مع النساء دائما يكون في ضغط عليه، واحده بالجاليري واحده هني، الله يعيني. في بعض القطع على فكره على حسب الجيل، يعني يقولون دائما جيل ما قبل الثمانينات يقولون احنا جيل لا نرمي الاشياء بل نصلحها. ايوه فعلا، وتبقى معنا فعلا. الجيل الحادي يغيرها، في اشياء بترتبط فيها كمان، مش مجرد اللي قبل الثمانينات وبعد الثمانينات، هي مشاعر. ما أدري، أنا قاعد أقول على حسب الجيل. طيب،
أهلا بكم من جديد. فيما تتعرض لموجة جديدة من إصابات كورونا تدخل إيطاليا اليوم فترة جديدة من الإغلاق ولغاية 6 أبريل، وستصنف المناطق بحسب عدد الإصابات، وفي المناطق التي يتم ترسيمها على أنها مناطق حمراء لن يتمكن الناس من مغادرة منازلهم إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة. وخلال عطلة عيد الفصح ستعتبر البلاد بأكملها منطقة حمراء وستخضع لإقفال وطني من 3 إلى 5 أبريل. للمزيد حول الأوضاع في إيطاليا ينضم إلينا من هناك الدكتور عماد الجابر، جراح القلب. دكتور صباح الخير. يسعد صباحك. بونجورنو. صباح الخير سينيوري، كوما ستاي؟ أنكورا كوا. الله يعينكم. ما أدري إيش أقول لك بالإيطالي، بس يعني قلوبنا وياكم. دكتور خليني أسألك بداية، أنه رجعنا احنا قاعد ندور في ذات الحلقة، رجعنا الى المربع الاول، رجعنا الى نقطة الانطلاق ما قبل الاوضاع والبحبوحة اللي عشتوها خلال الاشهر الماضية. هو للأسف بعد سنة كاملة من بداية الوباء نرجع للحل الوحيد لمواجهة الوباء، عملية الاغلاقات. طبعا احنا هلأ بدينا بالموجة الثالثة من الوباء في إيطاليا، لكن أنا بشوف الإغلاقات المرة هاي تختلف عن الإغلاقات في أول مرتين. ليه؟ في الموج الأولى والموج الثانية الإغلاقات كانت ضرورية لأنه كان في ضغط كتير على النظام الصحي الإيطالي، وكان في احتمال أنه حتى النظام الصحي يسقط وما يواجه، ما يقدر يلبي حاجات المرضى في الوباء. لكن المرة هاي أنا شايفها صدقا احترازية، هي عبارة عن إغلاقات احترازية، خوف من انه يوقعوا بمثل المره الموج الاولى والموج الثانيه. يعني الارقام حاليا ما بتعلل او ما بتفسر الاغلاقات اللي عمالها بتصير. ممكن السبب الوحيد لهي الاغلاقات هي عمليه احترازيه، خصوصا انه هلا بدات عمليات التطعيم وعمليات اعطاء اللقاح. بس حتى قبل هذا الاغلاق روما كانت ايضا في حظر، اعتقد في اللون البرتقالي او الاصفر، ميلانو كانت برتقالي، فبالتالي الحظر ايضا مستمر على مدى الاشهر الماضيه. هو صحيح احنا تقريبا من شهر اكتوبر في عمليه اغلاق، لكن مثل ما انتم شرحتوا قبل شوي انه في عباره عن مناطق حمراء، مناطق برتقاليه، مناطق صفراء. عمليات الاغلاق من منطقه لمنطقه يعني بيكون في، ممكن يكون مثلا بالمناطق الصفراء تقريبا الحياه ما بدي احكي طبيعيه لكن قريبه من الطبيعيه. هو هذا الحال أخي عادل في كل أوروبا، يعني في فرنسا، في ألمانيا، في بريطانيا، عماله بيواجهوا الوباء بعمليات الإغلاق. أنا بحكي من يعني للأسف أنه بعد سنة كاملة أنه الحل الوحيد حاليا عندنا اللي هو الإغلاق. لكن برجع وبحكي عمليا الإغلاق الحالي هو إغلاق احترازي، ويمكن لأنه بدأ بده في تسارع بعمليات التطعيم. أيوة. لاحتواء الوباء والرجوع والعودة للحياة الطبيعية بشكل أسرع، ما بتوقع تكون يعني قبل الصيف. طيب دكتور، يقال أنه هناك يعني تزايد وتسارع في عدد الإصابات من جديد، انتشار للسلالة البريطانية بشكل كبير وعدد أيضا من السلالة البرازيلية، يمكن هم هذه الأسباب التي أدت إلى هذا الإغلاق حتى السيطرة على هذا الوضع. صحيح، هو عمالهم بيعتبروا السلالة البريطانية أو السلالة الجنوب أفريقية أو حتى السلالة البرازيلية عبارة عن كوفيد جديد، فيروس جديد وبيواجهوه أسرع أسرع، ممكن أسرع من ناحية عملية أنه أسرع من ناحية الانتشار، الدلائل بتعطي أنه أسرع من ناحية الانتشار، لكن أفتك ما أعتقد يعني ما في إثباتات علمية أنه في له بيعمل أضرار أكثر من السلالة اللي بدأت في شهر مارس الماضي، لكن بسرعة انتشاره أكثر. وهنا في نقطة مهمة كتير أنه إحنا ملاحظين أنه كل بداية عودة للمدارس بعد 3 أسابيع الأرقام بتطلع بشكل كبير. ممكن مو المدارس بحد ذاتها هي اللي بتزيد الحالات، لكن ما قبل المدرسة وما بعد المدرسة، ازدحام وسائل النقل العام، ازدحام في بالحياة بشكل عام بسبب المدارس،
هي اللي عمالها بتزيد عمليات الأرقام بتطلع كتير. لكن بشكل عام يعني أنا بحكم عملي بالقطاع الطبي المرة هاي ما مو شايف الضغط اللي كان في أول مرة أو ثاني مرة. يعني لربما مثل ما قلت يعني هي أمور احترازية. دكتور أنا كنت في يناير في 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 روما تحديدا، كان الإغلاق حتى الساعة أعتقد كان الساعة 6 مساء، خلاص انتهينا ندخل الساعة 10 إلى الحجر أو منع التجول العام، لكن كان هناك حياة، كانوا الناس يختلطون يطلعون، كان في ازدحام نوعا ما. هل هذا الأمر مجدي أم بالفعل هو الحل لتصفير الأعداد هو الإغلاق العام أو على الأقل وضعها تحت السيطرة؟ أنا من وجهة نظري أخ عادل الإغلاق العام ما بيكون حل للمشكلة. الإغلاق ممكن يكون لنكسر منحنى التصاعدي في الأرقام لكن مو الحل. الحل أكيد المطاعيم اللي هي اللقاحات، والناحية الثانية التعايش مع الفيروس. يعني احنا عندنا الكوفيد بيعمل حاله وبائيه، لكن بعد سنه في كمان بده الواحد ينظر للبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي. أكيد. للاغلاقات. طيب سريعا دكتور خليني بس استفسر منك على حق لانه وقتنا انتهى، يعني الاقبال على اخذ اللقاحات كيف هو؟ استرازينيكا فعلا قد تم حظره لفتره معينه بسبب وجود جلطه قلبيه لشخص ما اخذ هذا التطعيم، ما هي ملاحظاتك في هذا الوقت؟ لا، عمليات اعطاء اللقاح ماشي بشكل كويس، هو المشكله انه ما في اقبال، المشكله انه ما في لقاحات، هاي المشكله الحاليه. لقاح استرازينيكا ما ابدا ما تم منعه، تم سحب فقط العينه اللي كان في صارت وفاه في جنوب ايطاليا بعد اخذ اللقاح في جزيره صقلية، فسحبوا كل المطاعيم اللي كانت مبعوثة مع هذا اللي كان من ضمنها اللقاح. لكن علميا لحد الآن والتحقيقات والتصريحات لمنظمة الصحة الإيطالية أو منظمة الصحة الأوروبية ما بتعطي كونكشن بين الوفاء واللقاح. فلحد الآن بنقدر نحكي أنه آمن وفعال. إحنا انتهى وقتنا دكتور عماد الجابر، لازم تشجع انتر ميلان، لا تشجع أي سي ميلان، أنا قاعد أشوف أي سي ميلان. فورتسا ميلان، أي سي ميلان دائما. شكرا دكتور عماد الجابر جراح القلب، يعطيك ألف عافية. انتر ميلان أعتقد متصدر، حتى اليوفنتوس زعلانين، يعطيك ألف عافية. شكرا شكرا شكرا، صباح الخير. مشروع جديد لنساء في مخيم برج البراجنة اللبنانية تعملن فيه على آلات الخياطة الخاصة بهن وتطرزن الملابس الموجهة للسوق العالمية كجزء من تعاون جديد مع مصممة أزياء بريطانية سويسرية. داخل أزقة مخيم برج البراجنة المكتظ في العاصمة اللبنانية بيروت تعمل فاطمة خليفة بمشاركة أكثر من 35 امرأة على آلات الخياطة الخاصة بهن لتطرزن الملابس على الطريقة الفلسطينية الموجهة للسوق العالمية. أنا كنت بعرف لهذا التطريز بسوريا بس ما كنت أشتغله، يعني نحن بناخده بدروس الفنون بالمدارس مثلا بجمعيات الاتحاد النسائي إنه كدورات مهارات نسوية، بس إنه شيء عادي يعني ما بتحسي انه هالقد مهم، او وما كنت اتخيل حتى انا يوما ما انه يكون هو مصدر رزقي. فيك تفرجيني لقد شو عم اشتغل؟ فاطمة التي هربت من سوريا منذ عام 2013 تتعاون مع نساء لبنانيات وفلسطينيات في مشروع خاص مع مصممة الأزياء البريطانية السويسرية لاريسا فون بلانتا، التي أتت بهذه الفكرة فور انفجار مرفأ بيروت عندما كان الناس في جميع أنحاء العالم يتساءلون عن كيفية تقديم المساعدة. وهيدا الشغل بصراحة كتير بيفرغ من الضغوطات النفسية اللي علينا نحن هون، يعني بعد عن وطننا، بعد عن أهلنا، عنا فقد بالحروب، عايشين بمخيم العيشة فيه جبارة. منذ أغسطس 2020 وحتى الآن أنتج المشروع 150 قطعة معاد تدويرها، إلا أن جائحة الفيروس والأزمة الاقتصادية في لبنان عرقلتا المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولى.
يدعم هذا التعاون النساء اللواتي يعيشن في مخيمات اللاجئين ويمنحهن الاستقلال المالي وفرصة للإبداع. بيقولوا الجو هيبقى حلو ولطيف اليومين الجايين وهيبقى فيه شوي برودة. بيقولوا هنسمع بقى من لميس. لميس صباح الخير. هي راح تظلمها. انت مصدري. اكيد راح تظلمها ان شاء الله. الاجواء ربيعية بامتياز. يا سلام زي. شفت صدقتني. معك غبار؟ لا لا معك زين. الله يطمنك. أهلا بكم مشاهدينا. حالة الطقس الخاصة باليوم الاثنين نبدأها من السعودية، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ويكون الطقس مستقر في العديد من المناطق عدا جنوب غرب البلاد التي من المحتمل أن تهطل بها زخات من المطر، كما يستمر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية على العديد من المناطق. وفي العاصمة الرياض لهذا اليوم الأجواء مغبرة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح في المستوى الثلاثينية نهارا، فيما تنخفض ليلا إلى دون 20 درجة، نسب الرطوبة دون 20%، ويطرأ نشاط على حركة الرياح. وإلى الدمام، حيث الأجواء اليوم غائمة، درجات الحرارة في أواسط المستويات العشرينية لكنها تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات، نسب الرطوبة تزيد عن 40%، وحركة الرياح متوسطة. وفي مدينة نيوم الطقس غائم، درجات الحرارة في المستويات العشرينية، حركة الرياح خفيفة، ونسب الرطوبة تزيد عن 30%. وإلى الإمارات وتحديدا من دبي، درجات الحرارة في المستويات العشرينية تنخفض ليلا إلى دون 20 درجة، ويطرأ نشاط على حركة الرياح، ونسب الرطوبة تزيد عن 60%. وإلى الكويت، حيث الأجواء هناك غائمة، درجات الحرارة أيضا في المستويات العشرينية تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات، حركة الرياح خفيفة، ونسب الرطوبة تزيد عن 30%. ومن هذه المدن العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا إلى واشنطن، حيث الأجواء باردة جدا، درجات الحرارة تسجل 3 درجات نهارا تصل إلى 4 درجات دون الصفر مئوي ليلا، مع حركة رياح من خفيفة إلى متوسطة، ونسب الرطوبة دون 20%. هذا كان كل ما لدي، شكرا لحسن المتابعة. أهلا بكم من جديد. مع توالي العواصف الترابية في المنطقة وآخرها في السعودية، العديد من الأشخاص يكونون عرضة لمشاكل صحية مختلفة، خصوصا من يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي. فما هي النصائح التي يجب اتباعها للوقاية وتفادي هذه المشاكل الصحية؟ للمزيد ينضم إلينا من الرياض الدكتور معن فتيح، استشاري الأمراض الصدرية في مستشفى فيصل التخصصي. دكتور صبحك الله بالخير. صباح النور. يا هلا ومرحبا. سعد الله صباحكم. يا هلا دكتور. خلنا نقسم المرضى إلى أو الناس إلى قسمين، مرضى عندهم مشاكل في التنفس، والإنسان الطبيعي اللي من الممكن جراء هذه الموجة من الغبار قد يتعرض إلى مشاكل صحية. لنبدأ أولا بهؤلاء، هل في عليهم خطورة ولا أنه والله لا أنا إنسان ما فيني شيء، ما عندي أي مشاكل، أقدر أطلع حتى لو أتعرض إلى موجة الغبار هذه؟ دكتور معن. هي طيب. معك مع سامعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سامعك الحين الله يحفظك. طبعا بصفة عامة لما يكون في أجواء ترابية ومغبرة لا ينصح، يعني بصفة عامة التفادي، طبعا أفضل التفادي الخروج من المنزل إلا للضرورة. إذا اضطر الأمر للخروج طبعا ننصح دائما بلبس الكمامة، بالذات للناس اللي عندهم يعني حساسية في الشعب الهوائية والقصبات الهوائية والجيوب الأنفية، ينصح طبعا أن يكون معهم البخاخات الوقائية والبخاخات اللي هي سريعة المفعول. الأشياء الوقائية الأخرى طبعا اللي في المنزل اللي هي دائما ننصح فيها، اللي بصفة عامة دائما دوريا يكون في تنظيف
للتروية الهوائية اللي في المكيفات لتفادي الأتربة العالقة في الفلاتر المكيفة. طبعا الناس الكثيرين اللي يكون عندهم نوع من الحساسية المفرطة يجب تفادي جميع الأشياء اللي ممكن تهيج لهم الشعب الهوائية، ومن ضمنها طبعا تغير الأجواء الترابية زي ما تفضلتي. طيب يعني دكتور، مرضى الربو يعني الذين يعانون من مشاكل تنفسية قد يعانون من أعراض شديدة، يعني نوبات حادة من الربو، في هذه الأحوال ما هي الأعراض التي قد تظهر عليهم وتشير إلى مؤشر خطورة يجب التوجه إلى المستشفى؟ نعم، سؤال مهم جدا. طبعا معظم الناس اللي يكون عندهم ربو بتكون عندهم طبعا وعي كامل بالبوادر اللي ممكن تحصل أثناء قبل حدوث أزمة الربو. من ضمنها بيكون طبعا ضيق في الصدر، شعور بضيق في التنفس، الإرهاق، مما يؤدي إلى ضعف في الاستنشاق الهواء. طبعا ننصح أن الواحد يستخدم مباشرة اللي هو البخاخ السريع المفعول، ما يسمى بالفنتولين أو السلبيوتامول، لتفتح الشعب الهوائية. وإذا ما استجاب طبعا الشخص وما زالت الأعراض اللي هي الريد فلاجز اللي نسميها، ضيق في الصدر، الإرهاق، والتنفس بدأ يصير فيه صعوبة أو زئير أو صفير في الصدر، ينصح مباشرة الذهاب طبعا إلى أقرب مركز صحي موجود حول منطقة المصاب بأزمة ربو. طيب هذا دكتور، هل ينطبق نفس الشيء على الصغار أم أن الصغار يجب أن نتعامل معهم بحذر أكبر، نتعامل معهم بطرق أخرى على الأقل؟ لأنه يعني الكبير ممكن يشكو لكن الصغير شو راح يشكو أو حتى يتفادى هذا الأمر؟ نعم طبعا 100% صحيح جدا. نفس الشيء، لازم طبعا أخذ كامل الاحتياطات اللازمة في المنزل، لا ننصح بالخروج طبعا إلا للضرورة. فطبعا بالذات الأطفال زي ما تفضلت، نسبة حساسية الشعب الهوائي عادة بتكون نوعا ما أعلى شوية في الأطفال اللي عندهم ربو، فالاحتياطات بعدم الخروج إلا للضرورة، إذا اضطر الأمر طبعا لبس الكمامة، وأيضا أخذ جميع زي إحنا شلون نتصرف وياهم دكتور إذا جتهم الأزمة؟ والله في المنزل دائما معظم الأمهات أو الأبهات اللي عندهم أطفال اللي عندهم ربو ينصح بوجود عندهم الأجهزة اللي يتولد الرذاذ أو البخار اللي يحط فيه مادة الكورتيزون ومادة الفنتولين والآترفنت، ويعطوهم بصفة عاجلة العلاج في البيت. إذا طبعا ما كان في أي استجابة، الحقيقة الأفضل الذهاب إلى أقرب مركز صحي للمنزل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. لأن طيب. في بعض الأحيان الأدوية اللي ما تستجيب منها في البيت يجب الذهاب لمركز صحي أو يعني مركز طبي أو emergency room لأخذ صفة عاجلة العلاج اللي ما تقدر تستجيب فيها في البيت. طيب التحسس دكتور قد يبدأ من الأنف، ويعني تهيج في الجيوب الأنفية قد يؤدي إلى التهابات شديدة ويتضايق الشخص في هذه الحالات، كيف يمكن التعامل مع الذين يصابون بالتهاب الجيوب الأنفية؟ يعني بينصحوا مثلا ببخار، هل تفيد هذه الأشياء اللي ممكن نعملها في البيت؟ طبعا معظم الدراسات والأبحاث أثبتت أنه الناس اللي بيكون عندهم حساسية في الجيوب الأنفية والحساسية في الشعب الهوائي مثل الربو، معظمها بتكون يعني وراثية أو وراثية بيئية. فالحالات اللي بتسبب هيجان في الشعب الهوائية والربو، من ضمنها طبعا الهيجان اللي بيحصل في الجيوب الأنفية، ما يعني صفاتها بتكون طبعا زيادة في السوائل المخاطية، زيادة في الكتمة، زيادة في الاختناق التنفسي. فينصح طبعا وقتها أخذ البخاخات، أيضا في بخاخات الكورتيزون اللي تستخدم للأنف، وبخاخات الكورتيزون اللي تستخدم من طريق الفم. وبرضه ينصح طبعا إذا كان في زيادة في الهيجان هذا، أفضل زيارة الطبيب لأخذ عينات من السوائل المخاطية ودراستها في المعمل لإعطائه المضاد الحيوي اللازم إذا اضطر الأمر. دكتور، هذه الأدوية ما يستخدمها الشخص على مدى بعيد إذا كان على الأقل أنه درجة الإصابة ليست بكبيرة، الكورتيزون هل يستخدمها طوال الفترة ولا بس فترة الأزمة؟ ممتاز. طبعا في أدوية بالنسبة للربو تستخدم، وبالنسبة للجيوب الأنفية اللي هي الأدوية الوقائية، وفي الأدوية اللي هي سريعة المفعول. الناس اللي بيكون عندهم ربو
عادة يكون على الأدوية المزمنة اللي هي كومبينيشن ما بين كورتيزون طويل المفعول ومادة البيتا اللي هي البيتا أجنس طويلة المفعول أيضا، وتستخدم بصفة يومية صباحا ومساء. بعدين يعيد تقييم، عادة يعيد تقييم المريض في العيادة ونشوف احتياجه خلال الثلاثة شهور الماضية. إذا كان الاحتياج غير يعني ريجولرلي بنقلل نسبة الكورتيزون عشان ما يصير في إصابات بمضاعفات مستقبلية. لكن بصفة عامة الناس اللي عندهم ربو بيستخدموا الكومبينيشن حق الميديكيشن اللي هو سالميترول مع فلوتيكسون بصفة يومية صباحا ومساء لتفادي حدوث أعراض أزمات الربو، وعند الضرورة يستخدم البخاخ السريع المفعول جيل فنتولين. شكرا دكتور على كل هذه المعلومات. دعنا نتجه إلى أسئلة من المشاهدين، هي أسئلة عامة. وأول استفسار، هل حساسية الصدر وراثة دكتور؟ نعم، معظم الدراسات طبعا أثبتت أن العامل الوراثي والعامل الوراثي البيئي لها دور كبير في الربو. طيب سؤال آخر، صباح الخير، وش علاج الكتمة وضيق التنفس؟ يدورون ساعة الصدر يا دكتور. دائما ضيق التنفس الله يطول عمرك، لازم نتأكد طبعا دائما احنا لما يجي اي شخص مصاب بضيق تنفس في عوامل كثير ممكن تأثر على التنفس، من ضمنها مشاكل امراض القلب، ممكن امراض الصدرية والانزايتي، فلازم التأكد بعمل فحوصات كلينيكية لتأكد ما هو سبب الضيق اللي في التنفس قبل العلاج الله يحفظك. يعني ممكن اما الجهاز التنفسي او حتى مرض اخر اللي هو القلب، صحيح على حسب ما فهمت. نعم. استفسار اخر دكتور، ما هي اعراض الرئتين او يمكن قصده التهاب الرئتين وتاثيرها على الصدر عندما تمتلئ بالماء، امتلاء الرئه بالماء؟ طبعا امتلاء الماء حوالين الرئه او في الشعب الهوائي هذه ممكن تكون يا اما بسبب ضعف عضله القلب وترويه الجسم بالاندفاع الدم اماما، فهذه طبعا يبغى لها فحوصات قلبيه زي الايكوكارديوغرام للتاكد هل في ضعف عضله القلب تسبب ارتشاح في السوائل حوالين الرئه، او يكون التهاب رئوي مما يسبب مضاعفات بتراكم السوائل حول الرئه، فطبعا يجب عمل اشعه للرئه، عمل فحوصات صوتيه للقلب يعني لدراسة الكلينيكيا ليش السوائل تراكمت في الرئة. دكتور معن فتيح استشاري الأمراض الصدرية في مستشفى فيصل التخصصي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، يعطيك العافية يا دكتور. يشهد قطاع تصميم الأزياء في السعودية نقلة كبيرة للغاية، ولذلك تشهد أقسام تصميم الأزياء بالجامعات إقبالا كبيرا من قبل الطالبات. مؤخرا أخذ قسم تصميم الأزياء في جامعة الملك عبد العزيز اتجاها أكثر جرأة بعدما تم إخراج مواهب الطالبات خارج أسوار الجامعة، حيث تم الكشف عن مصممات وأعداد منهم شكلنا مفاجأة كبيرة للمهتمين وللمستهلكين أيضا. سهى الوعل مع كل تفاصيل الموضوع نتابع. دخل قسم تصميم الأزياء في جامعة الملك عبد العزيز إلى سوق الأزياء بقوة، ما سيؤهل جيلا من مصممات الأزياء الجاهزات للمنافسة خارج حدود بلادهم. القسم أنشئ من عام 1401-1402، وهذا يجعله من أوائل الأقسام اللي أنشئت في المملكة العربية السعودية والمهتمة بتصميم الأزياء والملابس والنسيج بصفة عامة. يعمل أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم الإنسان والتصميم بالجامعة على ترسيخ المحلية والموروث كفكرة يبدأ من خلالها الجميع بتحقيق طموحاتهم المرتبطة بهوية غنية للغاية ثقافياً وفنياً. من قبل ما أدخل في التخصص مو مهتمة بالضبط مرة يعني في الهوية الوطنية، بس قد ما أشوف أنه في أشياء حلوة بس الناس لسه ما شافوها، زي لما تشوفين مثلا نقشة على باب قديم وتشوفينها تقولين مرة حلوة بس ودك كل الناس يجون ويشوفونه، ما حتقدرين تشيلين هذا الباب وتورينه للكل، بس ممكن تشيلينه هو زي ما هو تحولينه الفستان وتورينه لكل الناس. احنا حنوصل بهويتنا نفسها، حنرجع لأساسنا اللي هي لمستنا الخاصة. من ناحية التطريزات كنا بنشوفها شكل جمالي وبس، لا، الجامعة تعلمك هذه الغرزة تبع أي منطقة وأي قبيلة من كل منطقة، يعني كانت عندنا مواد مختصة بس بهذه الأشياء.
أقامت أكثر من 50 طالبة بقسم تصميم الأزياء مؤخراً معرضاً لتصاميمهن التي قمنا بحياكتها بأنفسهن وكشفنا عن موهبة فتحت باباً كبيراً لبعضهن على القطاع الخاص. تم استيحاء اسم نسج الرؤية من رؤية المملكة 2030. أحد أهم أسباب نجاح المعرض هي أنه قدرنا نعمله خارج أسوار الجامعة ويعني استقطبنا جمهور أكبر. فطبعاً جو رواد أعمال، جو الناس المهتمين بقطاع الأزياء، شافوا أعمال الطالبات. يشهد قطاع تصميم الأزياء حالياً في السعودية نقلة مهمة على الصعيد العالمي، وها هن طالبات قسم تصميم الأزياء جيل جديد جاهز أكاديمياً وإبداعياً لقيادة هذه النقلة. سهى الوعل، العربية، جدة. للحديث عن الموضوع تنضم إلينا من جدة المشرفة على معرض الأزياء الدكتور وجدان توفيق. دكتورة صبحك الله بالخير. سعد صباحك. الصباح النور والسرور. يا هلا ومرحبا دكتورة. خليني أفهم بأنه هذا المشروع هل هو يعني الآن فكرة من الممكن أنه والله بس خجولة نطرح هذه الـ الأزياء ومن ثم خلاص نرجع إلى دورنا الأكاديمي، ولا لا والله من الممكن أن يتطور هذا الموضوع إلى أن يصبح مشروع تجاري؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لاستضافتكم، شكرا على قناة العربية. طبعا المشروع هذا أو المعرض هذا إحنا حابين نكمله سنويا إن شاء الله. قسم الأزياء والنسيج في جامعة الملك عبد العزيز في طور توقيع شراكات مع قطاع الأزياء ورواد الأعمال، عشان إن شاء الله سنوياً إحنا هنطرح أعمال طالباتنا في معارض تسمح لجميع المهتمين في قطاع الأزياء إنهم يشوفوا أعمال الطالبات وإنه نربطهم بسوق العمل. هذه المعارض بتسمح إنها شوكيس توري أعمال طالباتنا للجماهير وتسمح لطالباتنا يدخلوا سوق العمل. فإن شاء الله إنه حيكون جزء من العمل الأكاديمي إنه نعمل المعارض يعني هي نافذة فقط. نافذة فقط. نعم هي تهدف لربط الطالبات بسوق العمل. طيب لو تحدثنا أكثر يعني دكتورة وجدان عن أسباب ظهور هذا القسم وما يقدم لهذه الفتيات الجيل الجديد الصاعد في هذا التخصص. طبعا قسم الأزياء والنسيج هو موجود من أعوام كثيرة، كان تحت كلية الاقتصاد المنزلي والآن هي كلية علوم الإنسان والتصاميم. القسم برز أو ظهر أكثر مع توجه المملكة لقطاع الأزياء. كلنا عارفين الآن وزارة الثقافة وقطاع الأزياء أو هيئة الأزياء في وزارة الثقافة اللي هي بتهدف إنه إحنا نعزز هويتنا الوطنية ونبرز الهوية الوطنية في ملابسنا وأزيائنا. فإن شاء الله يعني هذا القسم أو إحنا بنحاول نعزز هذا الشيء في طالباتنا، بنفتح أبواب أو كنوز مملكتنا الحبيبة سواء كانت من الملابس التراثية أو حتى من تضاريسنا، وبنعزز هذا الشيء أو بننقله على قطعة ملبسية. فمع توجه المملكة الجديد واهتمامها بالقطاع، إحنا كدورنا كأكاديميين نعزز هذا الشيء ونساهم ونحط يدنا في يد وزارة الثقافة ونكون لنا دور في تحقيق رؤية المملكة 2030 إن شاء بس الله. اليوم الأزياء دكتورة يعني الجيل الجديد حاب أنه يلبس على ذوقه، كيفية دمج هذا التراث بالواقع الجديد ومزاجية الجيل الحالي؟ هنا يجي دور الفن، يجي دور فن الفن والتالنتد المهارات المصممة عندها، إنك أنت تنقلي حاجة قديمة، حاجة أثرية أو لبس تراثي بطريقة عصرية. إحنا بنقتبس، بنستلهم، هي inspiration source، هي مصادر إلهام. بنشوف، بندرس التراث تبعنا، نفهمه وبعدين نقتبس منه ما يناسب جيلنا الجديد بطريقة عصرية وتسمح أو تتناسب مع ذوق، إن صح التعبير، مع ذوق الجيل الجديد أو الجيل الصاعد اللي بيحب يلبس على ذوقه، أو زي ما قلت إنه ما رح يلبسوا قطعة قديمة. فإحنا بندمج الاثنين مع بعض،
يعني العصر الحالي او المودرن مع الترديشن والاشياء التراثيه. طب يعني تحدثنا عن الاقبال بالنسبه للفتيات يعني الجيل الجديد لهذا القسم وتصميم الازياء، بما انه في نماذج سعوديه منفتحه على العالم وتحاول المشاركه في الكثير من الفعاليات في الخاصه بالازياء. نشجع معلش استاذة تعيدي السؤال، نشجع يعني الجيل الجديد لا يعني بالنسبه للجيل الجديد اللي احنا شايفينه في هذا القسم من تصميم الازياء، طبعا احنا شايفين نماذج منفتحه على المجالات المختلفه في قسم الازياء في باريس في مختلف البلدان الغربيه، تحاول يعني التعبير عن الزي السعودي والموروث المحلي الذي تتحدثين عنه، ما هي النقله المهمه لهذا الجيل الحالي تشتغلوا عليه؟ طبعا دورنا كأكاديميين وكأعضاء هيئة التدريس إنه أول شيء نعرف الطالبات عن الموروث الشعبي أو نعرفهم بالكنوز اللي موجودة. لازم الطالب يكون عندها أو مصممات الأزياء المستقبليين إن شاء الله يكون عندهم خلفية كاملة وشاملة عن إيش موجود عندنا أو إيش معنى الموروث الشعبي، يعرفوا يفرقوا بين من منطقة لمنطقة، يعرفوا يفرقوا بين اللبس التراثي لمناطق المملكة المختلفة، ثم بعد ذلك حيجوا يوظفوها في تصميماتهم. نعم توظيفها في تصميماتهم الحديثة، وطبعا كل طالبة حيكون عندها تشكيلتها أو her own collection، كل مصممة أزياء مستقبلية اللي هي طالبة الآن حتكون مصممة في المستقبل حيكون لها لمستها الخاصة في طريقة توظيفها، سواء كان تطريز يدوي تطريز آلي، سواء كان في نفس خطوط التصميم، أو سواء كان يعني مشاركة في تنشيط السياحة في المملكة زي خريجتنا سجى بن عفيف اللي شاركت في الهيئة الملكية في العلا وكانت بتصممت أزياء لمسرحية قدمت في هذا في منطقة العلا. من كل التوفيق وشكرا جزيلا لك المشرفة على معرض الأزياء دكتور وجدان توفيق، كنت معنا من جدة. تعرفين ماثيو ويليامز قدم ماثيو ويليامز مصمم دار جافينشي للأزياء مجموعة الجديدة للخريف والشتاء المقبلين، صورة المجموعة في ديكور بأجواء ماطرة وطغى اللون الأسود على مظاهر العارضين والعارضات الذين قدموا هذه المجموعة. ليث بزاري لم يكن عارضا ولكنه حضر هذه التفاصيل. تصادم بين عالمين مختلفين وسط أحلك الظروف لتغلب العفوية على الاستراتيجية المدروسة، هكذا بدأ مصدر إلهام ماثيو ويليامز مصمم دار جيفونشي للأزياء لتقديم مجموعته الجديدة للخريف والشتاء المقبلين للملابس الجاهزة، والذي عرض افتراضيا ضمن أسبوع الأزياء الباريسي، إذ أراد المصمم أن يبعث روحا تحاكي الواقع الذي نعيشه من خلال مجموعة أزياء تتميز بالدقة والأناقة والفخامة التي تكسو الملابس والإطلاق. فبالنسبة لماثيو الأزياء هي جزء من حياته، يعيش ويشعر ويتواصل من خلالها، وهي أشبه بقطعة موسيقية تحاكي المظاهر والإطلالات. جمع عرض جيفونشي في تصاميمه الأسلوب الكلاسيكي والثوري والعملي لكل من الرجال والنساء، مزيج بين البهرجة والانضباط من خلال الأقمشة التي استخدمت في حياكة جميع قطع عرض الأزياء، لا سيما الفرو الاصطناعي وصوف الخراف الأصلي اللذان يعانقان جسم من يرتديهما. أما الأحجام فتم تجسيدها من خلال الطبقات المتعددة لابتكار تصاميم شتوية ضخمة سهلة الارتداء، كما تضم المجموعة تصاميم بسيطة وتتناقض الخطوط الطويلة وواضحة المعالم مع القصات القصيرة والضيقة أو الواسعة وضخمة الطيات والتطريز، كما تتميز القطع الخارجية بحجمها الكبير، إلا أن الخياطة التقليدية في مشاغل جيفونشي لا تساوم على تقديم إطلالة متماسكة ومتزنة وراقية. أما الأكتاف والأكمام البارزة فتأخذ عالم الخياطة في رحلة هندسية استثنائية، كما تمنح القطع المحاكة والناعمة الملمس والمحدودة المعالم راحة وحرية مطلقة في الحركة مع التركيز بشكل خاص على الخصر.
تغلب العفوية على الاستراتيجية المدروسة في مجموعات ماثيو ويليامز المصمم الأمريكي الذي يقدم مجموعته الثانية لدار جيفانشي، ولم يتردد هذا المصمم في اختيار روبرت هود أحد عرابي موسيقى المينيمال تكنو، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالموسيقى العصرية التي انطلقت من قلب مدينة ديتروي الأمريكية لإنتاج موسيقى هذه المجموعة التي يمكن تسميتها الفوضى المنظمة. ليث بزاري، العربية، باريس. شكرا يا ليث على هذا التقرير. وننتقل إلى موضوعنا التالي في حلقة اليوم، حيث أطلق المؤلف الموسيقي السوري مالك جندلي ألبومه الجديد كونشيرتو البيانو بالتعاون مع الفرقة الفيلهارمونية الملكية بلندن، وبتكليف من جامعة كوينز الأمريكية. وخصص جندلي ريع ألبومه الجديد كونشيرتو البيانو بالكامل لأطفال سوريا في مخيمات اللجوء. وللحديث عن رحلته الموسيقية وألبومه الجديد ينضم إلينا من نيويورك المؤلف والباحث الموسيقي مالك جندلي. سيد مالك، أهلا بك. يعني سامحنا أول شيء أخرناك، إذا سهرناك اليوم عنا الصبح يعني، فمساء الخير لك. صباح الخير وصباح الأمل والمحبة. أهلا وسهلا. يعني أنا أقف لك احتراما بأن ريع هذا الألبوم سيكون لأطفال اللجوء في سوريا، لكن أيضا بودنا أن نتعرف أكثر ونتلمس معك الطريق لولادة هذا الألبوم، كيف كانت وبالتالي هذه الفكرة كيف أصبحت واقعا؟ شكرا من القلب. الألبوم عمل جاد فني هادف، استغرق حوالي 3 سنوات من التأليف الموسيقي، من التوزيع، من التسجيل مع الفرقة الملكية ببريطانيا بلندن، والإنتاج تم ضمن ظروف جائحة كورونا مثل ما نحن كلياتنا شايفين بلشت من حوالي العام. وأطلقنا الألبوم مثل ما تفضل الريع الكامل لأطفال المخيمات واللجوء والتهجير الفصلي. الألبوم عبارة عن توثيق والحفاظ على التراث السوري العريق، وطرحه على خشبة العالم ومسارح العالم من خلال الحداثة الموسيقية الثقافية وتوظيف العلوم الأكاديمية بتراثنا العريق. يعني للأسف اليوم نحن عم نشهد الذكرى 10 لثورة الحرية والكرامة. كثير من الصروح الثقافية بسوريا تدمرت. من واجبي كإنسان وكفنان عربي في المهجر أنه أطرح هويتي الثقافية ومأساة الإنسانية للطفل السوري بمخيمات التهجير القسري من خلال القوة الناعمة للفن والموسيقى التي تجمع البشر. بلاش. طيب، لو تحدثنا أكثر عن يعني أنشودة ضوء القمر، يمكن مأخوذة من التراث العربي طلع البدر علينا، ويمكن تعتمد على آلات عربية بحتة، كيف طوعت البيانو في هذه الأنشودة؟ لو تحدثنا يعني أكثر عنها. أنشودة طلع البدر علينا أو سميتها أنا ضوء القمر، قمت بأخذ اللحن، لحن طلع البدر، وقمت بتوزيعه ومعالجته أكاديميا بالبيانو والأوركسترا، وقمنا كمان بإنتاج ميوزك فيديو سميناه ضوء القمر، كمان محاولة لطرح تراثنا العربي الإسلامي الأممي الجميل اللي بينادي بالسلام، بينادي بالجمال، اللي كمحاولة يعني لطرح جمالية تراثنا الإسلامي. وكان نتيجة هي عبارة عن عمل أوركسترالي للبيانو والأوركسترا سميناه ضوء القمر. طيب، أيضا يعني زياراتك إلى، أنا اسمح لي أني أرجع مرة ثانية إلى مخيمات اللجوء وزيارتك لهؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم ولا حول ولا قوة فيما يحدث، ولكنهم خلقوا في هذه البقعة من الأرض. كيف انعكس ذلك حتى على مؤلفاتك الموسيقية؟ بماذا شعر
مالك جندلي وماذا خطت يداه على النوت الموسيقية يعني لتسطر ألحانه؟ سؤال جميل كريم، أشكرك لإعطاء الطفل السوري صوت على إعلامكم. مثل ما شفت، مثل ما نحن عم نشهد، صوت أطفال سوري مهمش عالميا، ممنوع. أنا بتشكركم لإعطاء الطفل السوري صوت. المشاعر ممزوجة بين حزن وقهر وظلم وأمل. والألبوم يعني بموسيقته، بمعالجتي الأوركسترالية للألحان بكونشيرتو البيانو مثلاً، في عندك ينتهي بالحركة الثالثة اللي هي مبنية على رقصة ستي السورية الشعبية. بقى الحركة الثالثة من كونشيرتو البيانو ينتهي بالأمل بصوت الأمهات على رقصة سورية شعبية. يعني اختياراتك للمؤلفات الموسيقية العربية يمكن بتحط يعني لمسات جميلة عليها وبتديها تون مختلف وتعطيها لمسة مختلفة إبداعية. خليني أسألك، يعني كيف يتم اختيار هذه الموسيقى العربية، المؤلفات تحديدا؟ هل ترتبط بفترات زمنية معينة أم حبك للحن الأصلي؟ سؤال كتير جميل أختي الكريمة. المصدر الإلهام غزير بسبب يعني أكبر مأساة إنسانية إحنا عم نشهدها اليوم هي في سوريا للأسف. هتافات الشعب السوري، أغنيات الأطفال، الرقصات الشعبية، التراث اللي عم نشهد تدميره لمدة هلأ 10 سنين، يعني تدمير شامل، مسح للهوية الثقافية. بقى من واجبي كإنسان وكفنان جاد لرسالة إنسانية هادفة هي الحفاظ على التراث من خلال هالألبوم. يعني الألبوم مثلا فيه كونشيرتو البيانو مثل ما تفضلت برقصة ستي ينتهي. الحالة الثانية مثلا في عندنا مرثاة، هي مرثاة لكل إنسان موجود اليوم عم يعاني من الظلم والقهر، ولكن مع رسالة أمل ومحبة وسلام. المرثاة مبني على سماعي قديم من مدينة حلب المدمرة. بتعرف مدينة حلب جمعت كل المقامات العربية والحضارات اللي اجت من طريق الحرير وكل هالحضارات هي. بقى الألبوم عبارة عن سيد مالك. أنا للأسف انتهى وقتنا، ولكن لابد أني أسألك. يعني أنا قاعد أشعر بالأمل وأسمع كلمة الأمل ترددت في صوتك أكثر من مرة وفي كلامك. اليوم جائحة كورونا منعتك من العزف على المسارح، ما الحل لإيصال تلك النغمات؟ الحل برأيي أنا هو التأليف الموسيقي الجاد، توظيف السيمفونيات الأوركسترا في أنحاء العالم. مثلا أنا الأسبوع الماضي الأوركسترا فيينا سيمفونية قامت بتسجيل سيمفونيتي رقم 4 و5 اللي هي محاولة لطرح وتوثيق تراثنا العربي والسوري على خشبة المسرح العالمي. بدون وجود الأمسيات الموسيقية أو التورينج، الرسالة واضحة، هي توثيق وتسجيل وطرح تراثنا بتوظيف العلوم الموسيقية الجادة لمواكبة الحداثة الثقافية وطرح تراثنا العربي والسوري على خشبة العالم، مش خشبات مسرح العالم. هي الرسالة. يا سيدي جميل هذا الأمل وجميل هذا الطموح، وأنا بانتظارك إن شاء الله أول ما يعني نقدر نستمع مباشرة إلى سيمفونياتك نستمع لها على المسرح إن شاء الله في دبي أو حتى في مكان آخر. شكرا لمالك جندلي الباحث والموسيقي والمؤلف، كنت معنا من نيويورك. شكرا جزيلا، سنستمع إلى هذه المقطوعة سويا.
أهلا بكم إلى هذه الجولة لأخبار بلا سياسة، ولربما نبدأ في خضم دائما الأحداث. هذه المرة نبدأ من جواز غرامي، فازت تايلور سويفت وبيلي إيليش بأرفع الألقاب في جواز غرامي، وذلك في حفل جعل أيضا المغنية بيونسي أكثر الفنانات ألقابا في تاريخ المسابقة، وحصد ألبوم فولكلور لسويفت لقب ألبوم العام، لتصبح بذلك أول مغنية تفوز بلقب ألبوم العام 3 مرات متتالية. أما بيونسي فقد فازت بأربع جوائز، ليصل مجموع جوائزها في المسابقة إلى 28 جائزة طبعا. When they said I was different, oh, now I'm all grown up and nothing has changed. Yeah, it's still the same. It's a hard life. Turn pages all the time. I don't like where I'm at. 34 was bad, so I just turned 35. فيروس كورونا لن يوقف العالم. إلى خبرنا الآخر، اختلف هذا العام لمحبي فن الكيبوب بعد ترشح فرقة BTS لحفل جوائز الجرامي، أيضا ما شكل إضافة تاريخية لصناعة الكيبوب، وإلا أن الفرقة لم تفز بأفضل ثنائي بوب أو أداء جماعي ضد ليدي غاغا وأريانا غراندي لأغنيتهم المنفردة Rain on Me. أنهم قاموا بأداء أغنيتهم المنفردة باللغة الإنجليزية من داينامايت كوريا الجنوبية في ختام طبعا العرض لجوائز غرامي. الله يسامحك يا أشواق. احتفل عازف التشيلو الأمريكي الشهير يويو ما بتلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، محولا 15 دقيقة يفترض أن يبقى فيها تحت الملاحظة بعد أن تلقى الجرعة الثانية من اللقاح، إلى احتفال عزف خلاله على التشيلو للآخرين الذين ينتظرون دورهم في التطعيم. العازف ذو الأصل الصيني المشهور عالميا حصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في ولاية ماساتشوستس. جميل. استقبلت إحدى صالات السينما في باريس الجمهور فيما وصفته بالعروض الاختبارية احتجاجا على إغلاق الأماكن الثقافية لمدة عام كامل. وقال القيمون على السينما أن عروض الاختبار هذه قانونية من الناحية الفنية، وتسمح لمحترفي السينما بجمع الآراء حول أفلامهم، وتم منح الجمهور تذاكر مجانية. المئات من المتسلقين سيعودون إلى جبل إيفرست في النيبال للمرة الأولى في الشهر المقبل في ظل ظروف صارمة، مع إعادة افتتاح أعلى قمم العالم بعد عام من إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا. فمن المرجح أن يحاول أكثر من 300 متسلق أجنبي تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا في ذروة الموسم، موسم التسلق الذي يبدأ في أبريل. يلا إنفلونزا ولا كورونا، إلى الفاصل ونعود إلى صباح العربية. أترككم مع هذه اللقطات. حياكم الله. تحتوي الخزانة على الكثير من القطع والأشياء التي تحتاج إلى الترتيب والتنظيم ليسهل الوصول إليها، لكن البعض يعتبر ترتيبها من الأمور المملة التي تحتاج إلى الوقت الطويل. كيف يمكن جعل هذه العملية بسيطة وسهلة وسلسة؟
موضوع بما أني أنا إنسان فوضوي نعرف نتعلم النهاردة. للمزيد تنضم إلينا سلام شعبان الخبيرة في تنظيم المنزلية. أنت موجودة للناس الفوضوية مش الناس المرتبة عشان نقدر نستفيد منك. خلاص حاضر حاضر. فأنت جايب لنا حاجات كتير يعني جايب لنا ستاند وعم جايب لنا أشياء للشوز أو يعني مختلف الأشياء. خلينا نتكلم واحدة واحدة ونفهم منك. المفروض أحط مثلا ألوان مع بعضها، البناطيل مع بعضها، إزاي أقدر أقسم الخزانة أكيد بطريقة صحيحة؟ أكيد يعني أنت بدك تقسمي حسب نوع التيب. فمثل ما قلتي البنطلونات مع بعض، التوبيت مع بعض بهالطريقة. هلأ إذا بدك تنظمي بالألوان هيدا بيكون يعني مثل ما بيقولوا بونس. بس في طرق مثلا أنه أنت لما بترتبي مثلا التيب بالتعليق مثلا في أشياء كتير هيك صغيرة بس بتأثر، يعني أنه نستعمل زيت التعليق. هلأ إذا بتشوفي هاي هي للتنانير وهي للبنطلونات أو الجاكيتات بس هن زيت اللون، فهيدا الشيء كتير بيساعد النظر كمان. وبيريح النظر بنفس الوقت انه لما بتعلقيهم حسب الطول، فالواحد ببلش مثلا من القصير للطويل، واذا قدرتي تزيدي الالوان هيدا يعني بيكون الموضوع كمان مش بس بتنظم الطريقه. بما انه انا معلوماتي عن هذا الموضوع يعني كمعلومات جدتي عن مفاعل تشيرنوبل الروسي. انت المفروض بتعتمد على نفسك في ترتيب الخزانه. انا هناك من يرتب لي الخزانه. انا اخذوا راحتكم وانا راح اكون وياكم في الى اللقاء. طيب سلام، خلينا عن الاشياء اللي ممكن انه احنا نشتريها وتسهل علينا الموضوع. اول حاجه الستاند ده لازم يكون موجود عندي ولا يعني اكتفي بالخزانه؟ لا هيدا اكيد بقلب الخزانه، ما بدك ستاند كمان يكون موجود بالاوضه الا اذا انت عندك هيدا المجال، بس اجمالا بقلب الخزانه. هلا في طرق مثلا انت لما عم بترتبي قلب الجوارير بالخزانه هي الاصعب كمان مزبوط، او اذا ما عندك جوارير فيك تستعملي سله بدل هالشيء، انه ترتبي الغراض بطريقه عموديه. ازاي؟ هيدي الطريقه كثير كثير بتساعد مثلا مثل ما شايفه هون. وكمان اذا اقدر اخذها منك فيك تشوفي مثلا انه تستعملي تكون البوكس تكون كذا حجم لتقدري تحطي فيها وتقسمي كذا شغله. مثلا هون مثل ما شايفه مايويات هيدي لبنت صغيره. أيوة. او بذات الوقت مثلا عندك كلسات بتقسمي مناشف لانه نشوف. ما حيملوا كل الدرج نوع مش واحد. مش هنقدر وحده نكتفي فيها للصغار. اكثر شيء للولاد الصغار اشياءهم كثير. ففيك تستعملي مثلا بقلب الجرور بدل ما يكونوا مثلا كلهم زيت الشيء، فيك تحطي مثلا سته من هول، فبتحطي ست اغراض فيهم على حسب ما الدرج بياخذ او على حسب مزبوط. الجرور بيكيف معه. طيب بالنسبه للسله اللي موجوده دي بقدر استخدمها؟ انا شايفه حاطه فيه تي شيرت. هلا انا اليوم حفرجيكم كيف تطول تي شيرت لتطلع بهيدا الشكل. ومثل ما قلنا فيك تحطيهم بجرور أو بقلب السلة، فأكيد يعني بتطوية زيت الطريقة اللي نحنا معودين نعملها. هي تطبيق المحلات دايما معروفة. مزبوط 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 بزيت الطريقة. وبتاخديها من فوق لتحت بس مش للآخر. وبعدين كتير يعني سهلة، تعملي أول فولد تاني فولد ناخد الشكل اللي احنا شايفين بتوقف معكي بهيدي الطريقة. عرفتي كيف؟ وساعتها بتحطيها بالباسكت على حسب ما بياخد كام بلوزة أو تيشيرت. هلأ أنا شوي عرضتها بس إجمالا هيدا اللوك لأنه عشان ناخد مساحة أكبر نستغل المساحة. هلأ بيساعد المساحة بس أنا بحس أكتر الشيء بيساعد أنه الواحد لما بده يلبس بيشوف كل شيء قدامه. هلأ هولي ما عليهم كتير ديزاينز، بس إذا عليهم ديزاينز بيبين حتى الديزاين، بيشوف كل شيء قدامه وبيسحبهم بطريقة سهلة. طيب خلينا نشوف حاجة تانية عشان نلحق عشان الوقت كمان. هلأ هيدي الطريقة شيء كتير جديد بأمريكا بيسموها دونات فولد. فهلأ لتكوني كتير سريعة وبراكتيكال عم بيلفوا سكارفز بس هيك. أيوه. وبيعملوا لهم هيك مثل ربطة بيحطون هيك.
فهيدي بقدر احط فوقيهم كمان كذا لون وبتصيري فيكي تسحبي مثل ما بديك وشكلهم كثير مهضوم. يعني في اشياء متنوعه من الاشكال اللي ممكن اعتمد عليها. هذا الستاند كمان شنط دي ازمه كل بنت كل سيده مزبوط انه هي بتحط الشنط يمكن بيخربوا كمان ليكي هيدا بنحطهم فوق بعض. هيدا الستاند للشنط الصغيره عملي جدا كثير عملي لانه ليه انت لما بتحطي هيدا مثل ما هو شو بيصير فيه بيوقع وبيحطوهم فوق بعض ويركبوهم فوق بعض. فأنت بهالطريقة بتقسميهم وبتشوفيهم قدامك بالأخص للأشياء الرفيعة والصغيرة وبنحافظ عليهم. مزبوط مزبوط هذا الاختراع الرهيب. هلأ ليكي هون عندك الشوز عندك نوعين. عندك شيء إذا أنت حطيتيهم بقلب الكابينت مثلا فيك تحطيهم بهالطريقة وهيدا بيعطيك 50% مساحة زيادة. وفي هاي الطريقة إذا أنت عندك الخزانة مثل بهالشكل وبتعلقتي فيها الأشياء مش طويلة كتير هيدا الشيء بيساع تحتها. ما أنت بتشوفي أنه أوقات بالخزانة بيعطوكي هالمساحات ما في لا درورز ولا شيء مساحة فاضية فأنت فيك تحطي هيدا تحتها والحلو أنه it's adjustable. يعني فإذا بتسحبين لعندك شوي نكبره. بتشوفي أنه ساعتها بتحطي بلا ما تخسري أي رائع الفكرة space. سلام واستفدنا كثير من هذه الأشياء ومن هذه النصائح. شكرا جزيلا شكراً لك شكراً على وجودك إليك. معنا كانت معنا سلام شعبان الخبيرة في تنظيم المنزل. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه النصائح. إلى اللقاء.